المسلمين السورية المعارضة. سيد الدروبي مساء الخير، ما هو موقف تركيا بشأن مشاركة الجماعة جماعتكم في مؤتمر المعارضة؟ قد سمعنا عن ضغوط ربما مورست في هذا الإطار، ما مدى صحة ذلك؟ لا يوجد أي ضغوط على جماعة الإخوان المسلمين لحضور مثل هذا المؤتمر. أنا مشارك في هذا المؤتمر بصفتي عضو في قيادة الإخوان المسلمين وبقرار اتخذ من قيادة الجماعة للمشاركة في هذا المؤتمر وأي مؤتمر آخر لدعم الثورة السورية لإسقاط بشار الأسد الذي امتنع عن أي إصلاحات على مدار 11 سنة كانت الجماعة تعرض عليه الحوار وتعرض عليه الإصلاحات، لكن أما الآن يعني انتهت الفرص، لقد استنفد كل الفرص التي أعطيت إليه، وبعد أن ولغت يداه في دماء الشعب السوري أعتقد أن المتهم بشار الأسد عليه أن يمثل أمام محاكم عادلة حتى يعني ينال ما يستحق من هذه المحاكم العادلة. يبدو أن الأمور تتعقد حسب كلامك، ما مدى صمود الموقف بالنسبة لسلمية المظاهرات وكذا رفض التدخل الخارجي من قبلكم؟ طبعا الثورة السورية وضعت منذ أيامها الأولى 4 استراتيجيات رئيسية محددات لهذه الثورة، وهي أنها ثورة سلمية، وهي ثورة وطنية، وثورة تعمل على الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وثورة ترفض التدخل الأجنبي العسكري في سوريا. فضمن هذه الإطارات الأربعة جماعة الإخوان المسلمين تشارك وتعمل على إنجاح أي نشاط وطني لدعم الثورة السورية. طيب، عن تحركات المعارضة سواء في الخارج أو الداخل، تصف بعض الدوائر المعارضة السورية بأنها مشتتة في الخارج وضعيفة في الداخل، أين يقف الإخوان المسلمون من مكونات المعارضة الأخرى مع الاختلاف الواضح في المرجعيات؟ الإخوان المسلمون جزء أساسي من الشعب السوري، مكون أساسي من مكونات النسيج السوري، وهي من الجماعات التي عارضت نظام حافظ الأسد منذ يعني ما يقرب 40 سنة، كون هذا النظام كان نظام استبدادي، نظام شمولي يمنع الحريات ويمنع إبداء الرأي ويمنع ممارسات الشعب السوري لحقوقه. الإخوان المسلمون، جماعة الإخوان المسلمون يتعاونون مع جميع أطياف المعارضة السورية. أنا أعتقد أن جميع أطياف المعارضة السورية بشتى ثقافاتها وشتى انتماءاتها الفكرية والعرقية والدينية والمذهبية مجتمعة على الكليات، وهي إسقاط نظام بشار الأسد ووضع سوريا على طريق الحرية. قد يكون هناك بعض الاختلافات الجزئية، وهذه الاختلافات الجزئية هي إيجابية وليست سلبية، لأنها تثري الحلول المتاحة أمام الشعب السوري. أما الكليات فجميع أطياف المعارضة السورية متفقة على هذه الكليات. عن هذا الاتهام من قبل فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري للقوى الغربية بأنها كما قال تريد أن أو تسعى لأن تعيد الاستعمار إلى سوريا، أنتم كيف تنظرون إلى مثل هذه الاتهامات؟ هذه تفاهات وسفاهات سمعنا منها كثيرا. الثورة السورية والمعارضة السورية وطنية، والغير وطني هو الذي يسفك دماء شعبه، وغير وطني الذي يكمم أفواه الشعب السوري وأفواه الأحرار وأفواه الحرائر في سوريا من أن يعبروا عن آرائهم. منذ انطلقت الثورة السورية منذ أول يوم كان المتظاهرون ينادون سلمية سلمية حرية حرية، وكان أجهزة الأمن السورية بعض أجهزة الأمن السورية تقابل هذا النداء للحرية وهذا النداء لإعطاء الحريات للشعب السوري بسفك الدماء وقتل الأبرياء في الشوارع. فهذه السفاهات وهذه التفاهات من مقداد وغيره لا قيمة لها. نشكرك جزيل الشكر سيد ملهم الدروبي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين السورية المعارضة، حدثنا من أنطاليا في تركيا. وينضم إلينا أيضا